بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم 29 ربيع الآخر 1446 هجرية. نلتقي مرة أخرى في جلوب الهجرة العربية معي نور ذات الحسنى زهر الليل. سيكون من الخطأ الكبير إذا يعتقد العالم أن إسرائيل ستوقف الإبادة الجماعية بعد نجاح الجيش الإسرائيلي في قتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار. إن الهدف إسرائيل من الحرب للقضاء على حركة حماس ليس سوى كلام فارغ. إسرائيل لا تشبع بالقتل أبدا، وفي الواقع تكثفت العملية الإرهابية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي بعد وفاة سنوار. إذا كان بمقدورهم لكانوا فجروا مليوني نسمة في غزة، لأنهم يعتبرون الجميع في غزة أعضاء حركة حماس، وهذا ما يحدث في شمال غزة. وتواصل إسرائيل جنونها بارتكاب مجزرة واسع النطاق في مخيم جباليا. من فجر بيوت المدنيين؟ وما الذي أطلق النار على محطة الأكسجين في المستشفى بالدبابة؟ بالطبع الجيش الأكثر أخلاقية في العالم هو إسرائيل. الحصار الإسرائيلي على شمال قطاع غزة يدخل أسبوعه الثالث، وفي الأسبوع الماضي قتل وجرح مئات الفلسطينيين في هجوم إسرائيلي عنيف على مخيم جباليا للاجئين. وصف الهجوم الوحشي الذي شنه الجيش الإرهابي الإسرائيلي لأنه مجزرة واسعة النطاق كالوحوش الجشعة. قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف 11 منزلا للمدنيين في منطقة الحواجة، جثث الفلسطينيين ملقاة تحت الأنقاض وعلى الطريق بعد هجوم الجيش الإسرائيلي. مع تجاهل للقانون الدولي يستمر الفساد الإسرائيلي في شمال غزة. وفي وقت نفسه يواصل جيش الدفاع الإسرائيلي تكرار جرائمها الحرب بمهاجمة المستشفيات. أصبح مستشفى كما العدوان، وهو أحد المرافق الطبية القليلة التي لا تزال تعمل في شمال غزة، هدفا للهجمات. وتوفي طفلان على الأقل في وحدة العناية المركزة بعد انقطاع مولد الكهرباء في المستشفى واستهداف محطات أكسجين بواسطة دبابة تابعة للجيش. كثير من المرضى، الآن لدي أكثر من 160 مريض، هناك 15 حالة تنتظر إدخال لغرف العمليات، ولكن لا نستطيع إدخالهم لعدم وجود الأطباء المتخصصين في الجراحات. لذا يعني أناشد العالم وأناشد كل من يستطيع مساعدتنا بتوفير ممر آمن إنساني لمستشفى كمال عدوان وإدخال كافة التخصصات اللازمة حتى نستطيع إنقاذ ما تبقى إنقاذه من مرضى ومصابين في حق الأطفال والنساء. كما قام الجيش الإسرائيلي بتجميع المرضى في المستشفى في الفيناء الرئيسي، واعتقل فيما بعد 44 من العاملين الطبيين والمرضى. وما هي الأعذار التي تستخدم لتبرير جرائمهم؟ بالتأكيد حماس. ويزعم إن حماس موجودة في المستشفى الذي يستخدم كمقر لحماس. يتم استخدام الأعذار المبتذلة دون أدلة مرارا وتكرارا. وأثرت العمليات مخاوف جديدة بشأن الخسائر البشرية في الحرب من المدنيين، حيث قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر توك إن أحلك لحظة في الصراع تتكشف في شمال غزة. Today, one of the darkest moments of the Gaza conflict is unfolding in the north of the strip. As we speak, the Israeli military is subjecting an entire population to bombing, siege and starvation, as well as being forced to choose between mass displacement and being trapped in an active conflict zone. The bombing in North Gaza is non-stop. The Israeli military has ordered hundreds of thousands to move with no guarantees of return. But there is no safe way to leave. إن إسرائيل تشبه الرجل الذي فقد عقله ويستمر في الجنون. وعندما تتعرض غزة للدمار تنتهك إسرائيل الضفة الغربية أيضا، ثم تظهر إسرائيل بلطجيتها في جميع أنحاء المنطقة. دولة تلو الأخرى لبنان وسوريا واليمن أصبحت أهدافا للهجمات. والآن تفعل إسرائيل المثل الملايوي أزعاج عاري دبابر بمهاجمة القوات العظمى إيران. وقال الجيش الإسرائيلي إن الغارة الجوية على إيران استهدفت منشآت تصنيع الصواريخ في طهران وأسلحة أخرى في عدة مناطق في إيران. وقال إن الهجوم تم تنفيذه ردا على هجمات إيران الأخيرة على إسرائيل وشعبها، في حين أكد الجيش الإيراني أن الصواريخ الإسرائيلية استهدفت أنظمة رادار في منطقتي إيلم وخوزستان الحدوديتين
وكذلك حول طهران، لكنه قال إنه تم اعتراض معظم الصواريخ الإسرائيلية بنجاح ولم يخطئ سوى عدد قليل منها وتسببت في أضرار محدودة مما أدى إلى مقتل 4 من جنودها. وقال الجيش الإيراني إن الطائرة المقاتلة الإسرائيلية استخدمت المجال الجوي العراقي الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة لشن الهجوم. ومن الواضح أن الولايات المتحدة متواطئة أيضاً في الهجوم الذي ينتهك القانون الدولي بشكل صارخ. وفي الواقع أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن إسرائيل أبلغته مسبقاً بالهجوم. بينما يدين العالم الهجوم الإسرائيلي على إيران باعتبارها انتهاكاً لسيادة دولة ذات سيادة، انضمت المملكة المتحدة إلى الولايات المتحدة في الدفاع عن حليفتها إسرائيل. I am clear that Israel has the right to defend itself against Iranian aggression. I'm equally clear that we need to avoid further regional escalation and urge all sides to show restraint. Iran should not respond. We will continue to work with allies to de-escalate the situation across the region. سيكون النغمة مختلفاً إذا كانت إيران هي التي تهاجم أولاً. وبالطبع فإن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة سيكونان حريصين على إدانة إيران وتريدان رداً من إسرائيل. في هذا الوضع تدرك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة قوة إيران وما هي قادرة عليه، وهو أمر مرعب للغاية. فهل ستترك طهران الهجمات الإسرائيلية التي تنتهك سيادة الأراضي الإيرانية دون رد؟ إذا حكمنا من خلال الهجمات المضادة السابقة فإن إيران أكثر من قادرة على تدمير تل أبيب. في الواقع كان الهجوم على إسرائيل في أوائل أكتوبر مروعا للغاية، وقد توعدت طهران بالرد ولن تكون هناك حدود لهذا الانتقام. وقد سبق إيران في ردها بشن هجوم صاروخ باليستي على إسرائيل، وأظهر هجوم طهران أسلحتها وقوتها العسكرية. وجاء الهجوم الإسرائيلي على إيران يوم السبت عقب عودة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الولايات المتحدة بعد زيارة للشرق الأوسط، وكان هدفه في الشرق الأوسط ظاهريا لتحذير إسرائيل بعدم شن الهجمات من شأنها أن تؤدي إلى تصعيد الصراعات الإقليمية واستبعاد المواقع النووية الإيرانية. ومع ذلك جاء الهجوم الإسرائيلي على إيران بعد نشر سرب الطائرات المقاتلة الأمريكية من تراس F-16 في الشرق الأوسط، ويعتبر ذلك بمثابة الاستعداد لهجوم إيراني مضاد على إسرائيل في حال حدوثه. واعتبر الهجوم الإسرائيلي مشروطا فقط ولم يسفر عن خسائر فادحة في صفوف كبار المسؤولين الإيرانيين أو استهداف منشآت رئيسية، ولم يكن تأثير الهجوم سيئاً كما كان متوقعاً في البداية. ولذلك حتى كتب هذا التقرير لا يوجد رد فوري وقوي من إيران. ومع ذلك قال المرشد الأعلى الإيراني علي خميني إن إسرائيل لا تزال بحاجة إلى الصفا. بايزدي خطاي محاسباتي رجيم صهيونيستي باید به هم بخور. اینا دچار خطاي محاسباتي هم نسبت به ایران. اینا ایران رو نمیشناسن. جوانان ایران رو نمیشناسن، ملت ایران رو نمیشناسن. قدرت و توانایی و ابتکار و اراده ملت ایران رو هنوز درست نتوانستن بفهمن. این رو ما باید به اینها بفهمونیم. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن قوة إيران وهجماتها المضادة للدفاع عن نفسها ليس لها حدود. هیچ حد و مرزی در عزم ما برای دفاع از خودمون وجود نداره. این رو هم در جنگ 8 ساله با رژیم صدام ثابت کردیم، هم در مقابله با دشمنی‌های آمریکا در طول سال‌های گذشته در مقابله با تحریم‌های آمریکا. و كان الهجوم الإسرائيلي على إيران يوم السبت الماضي يعتبر محدود النطاق، وكان الهدف منه فقط التعويض عن الكرامة التي مزقها الهجوم المضاد الذي شنتها طهران في أوائل أكتوبر. ولا يوجد تأثير كبير على إيران كما تروج تل أبيب. ومع ذلك فمن المرجح أن تقوم إيران بالانتقام
ويجب على إسرائيل أن تكون مستعدة. حان الوقت لنتصفى حكمة اليوم. أدب المرء خير من ذهبه. Maksudnya, adab seseorang lebih baik daripada perhiasannya. للأسف لقد وصلنا إلى نهاية البرنامج. نلتقي مرة أخرى في الأسبوع المقبل في نفس الوقت. أنا نور ذات الحسنى زهر الليل. تصبحون على الخير. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلماتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم. يا الله كاملتك كموجبات لهرمسوه مسوه كمي dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah pecahkan pakatan mereka. Ya Allah leburkan pendirian mereka. Ya Allah musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka.